التطور الكبير الجزء الثالث عشر، الطفرات المتتالية واحتماليتها أن فعلا تقود إلى التطور وإقرار العلماء عن الطفرات. مرة تانية بالنسبة للضيوف اللي بيبقى موجودين معانا، ليه بنتكلم في حاجات علمية بيرى البعض أن هي مش مناسبة لفترة المسيحيات، أنا بالنسبة لي أرى أن هي مهمة جدا ومناسبة جدا. السبب باختصار شديد أنه الإلحاد للأسف بيخدع البعض وخاصة الشباب، اللي بيظنوا انه بالفعل العلم اثبت، ويفضلوا يقولوا العلم اثبت عدم الحاجه الى اله خالق، العلم اثبت خطا الكتاب المقدس والعقيده، العلم اثبت كذا، العلم اثبت ان الطوفان اسطوره، العلم العلم العلم، ومتخيلين الكلام اللي بيتكرر ده صحيح، وهم لا يدروا ان ده هذا ليس علم حقيقي. فبنتكلم في الموضوع ده وبندرسه بتفصيل، هل فعلا العلم اثبت عدم الحاجه الى اله خالق، أم العلم الحقيقي أثبت العكس، وأنه لابد أن يكون هناك إله خالق مصمم ذكي غاية في الذكاء، يكون هو اللي وراء الكون بكل ما فيه، وده اللي بنتكلم عليه. أيضا الكتاب المقدس اللي قالوا عن الخلق وقالوا عن الطوفان، العلم الحقيقي بدون فرضيات يتماشى مع هذا الكلام ويتفق معاه تماما. درسنا في البداية مقدمة، والأفكار دي بدأت تظهر ليه وسببها الأساسي، ليه كانوا عايزين يتخلصوا من الكتاب المقدس ويحاولوا يقولوا إن هو خطأ، وحاولوا يدعوا هذا الأمر ببعض الكلام الغير دقيق خاصة في زمن الثورات. بعد كده ابتدينا ندرس مع بعض، هل طب الزمن المطلوب اللي بيدعوه إن الكائنات لم تأتي بالخلق ولكن أتت بالتطور، هل الكلام ده صحيح؟ لأن التطور والإلحاد وجهين لعملة واحدة، زي ما قلت لكم الإلحاد كفكرة ومحاولة إنكار وجود إله أو عدم الحاجة لوجود إله خالق، دائما بتواجه سؤال مدمر ليها، من أين أتت الخلائق؟ لذلك لما طلعت فرضية التطور تمسكوا بيها، لأن أخيرا جاوبت لهم على السؤال اللي من أين أتت الخلائق، بدل ما يقولوا بإله خالق لا يقولوا بالتطور. وعقدت التطور أيضا، أو ما تسمى بفرضية التطور أيضا، لأنها ليست علم حقيقي، هي زيها زي أي فرضية غير مثبتة، العلم يثبت خطأها، المفروض يتكتب لها الفشل، لولا دفاع الملحدين المستميت عنها حتى الآن ما كانتش تتكتب لها إن هي تكبر وتبقى بهذا المنظر. فاتكلمنا على إنه لا يوجد الوقت المطلوب للتطور المزعوم ده، الجزء الثالث اتكلمنا على الفرضيات اللي بيقدموها عشان يثبتوا حدوثها والوقت المزعوم ليها. الجزء الرابع، طيب لو الكائنات أتت ليس بالخلق ولكن أتت من تطور، من جد مشترك، من أين أتى هذا الجد؟ اتكلمنا عليه بالتفصيل وردينا على موضوع ادعاء البريماتيف سوب أو ما يسمى بالشوربة الأولية أو العضوية، إن ده ما ينفعش علميا، والبايوكيمستري ضد هذا الكلام تماما، ضد هذه الفرضيات الخطأ. الجزء الخامس كان جزء مهم جدا، لأن البعض بيعتقد فعلا أن يوجد حقب عدت على الكرة الأرضية، والجيولوجيا والطبقات الرسوبية تثبت هذا الكلام، وأنه كانت طبقة تترسب في حقبة وتحفظ حفريات الكائنات أثناء رحلة التطور. بل للأسف بعض المسيحيين بيحاولوا يوفقوا الكلام ده على الكتاب المقدس بأي شكل عشان يقولوا الكتاب المقدس ما بيخلفش العلم، ومش واخدين بالهم أن الطبقات الرسوبية لا تمثل حقب ولا يوجد هذه الأزمنة المزعومة، لكن الطبقات الرسوبية تمثل كارثة واحدة ما تمتش في حقب لكن تمت كلها في سنة واحدة، وهي كارثة الطوفان اللي شرحها كتاب رائع جدا بالتفصيل، وهو الكتاب المقدس، وكان أدق مرجع يتكلم على هذه الكارثة اللي عدت على الكرة الأرضية واللي أثرها تملأ الكرة الأرضية بالكامل في الطبقات الرسوبية والحفريات. والأزمنة المزعومة مئات الملايين من السنين كالأعمار بين الطبقات دي ليس لها وجود، لأن كل الطبقات الرسوبية دي ترسبت، أغلب الطبقات الرسوبية دي ترسبت بكارثة الطوفان وليس في حقب زمنية بالترسيب البطيء. اتكلمنا على الموضوع ده بالتفصيل. بدأنا في الجزء السادس، التطور الكبير، هو كلام داروين. الأول داروين كان بيتكلم على الانتخاب الطبيعي والصفات المكتسبة، وعرفنا الانتخاب الطبيعي ما يعملش الكلام ده. بعد كده ابتدينا نتكلم حسب ما بيقول الداروينية الحديثة الطفرات. الطفرات هي اللي قادت للتطور. الكائنات البسيطة بطفرات عشوائية ينتخبها الانتخاب الطبيعي تحول الكائنات البسيطة إلى أكثر تعقيد وتتطور. يعني من أول كائن بدأ ينقسم ذاتيا اللي حاجات جيناته لا تذكر،
تطور لغاية الكائنات والأجناس المعقدة حاليا زي الإنسان وغيره بالطفرات. درسنا الموضوع ده مع بعض، درسنا قواعد الطفرات وعرفنا أنها تماما ضد هذا الادعاء، وأن هذا الادعاء خطأ وغير علمي بالمرة، وعرفنا أن الطفرات لا تقود لتطور، ولكن الطفرات تقود لشيء واحد فقط، وهو التدهور للكائنات التي صممت بدقة شديدة وبدأت تتدهور بعد ذلك من فترة، من ساعة ما اتخلقت. في الجزء ده هشرح الطفرات، هل فعلا، طب الطفرات لما تتراكم هل فعلا ممكن تقود للتطور بالاحتمالات؟ هتنازل عن كل اللي قلته في الأجزاء الماضية، هتنازل جدلا على أنه الحاجات اللي قلتها وقواعد الطفرات دي قلتها لتؤكد عدم حدوث تطور بالطفرات، وتماشى مع ادعائهم ان فعلا الطفرات تقود للتطور. هتنازل عن حاجات اصفها ان هي غير معقولة لانها ضد العلم تماما، بس عشان اثبت خطأ، حتى لو تماشينا مع ادعائهم برضو ما ينفعش، رغم انه لم يثبت ان طفرة واحدة مفيدة وكل الطفرات ضارة، وقدمت مراجع هذه عددها تأكيد للكلام ده، لكن هتماشى مع، مش هتماشى كمان مع كلام اللي بيقولوه علماء التطور ان 99% من الطفرات هي ضارة، لا، هعتبر ان كل الطفرات مفيدة. ايه رأيكم؟ ولا في طفرة بتسبب سرطان ولا موت ولا غيره، لا، ده كل الطفرات مفيدة. ايه رأيكم؟ رغم ان احنا عرفنا ان الطفرات هي ضارة تفسد او قاتلة، ولو طفرة واحدة تموت ما خلاص انتهى الموضوع، ما فيش حاجة هتتراكم، ده موت. ولكن هتماشى جدلا، هتنازل لأقصى درجة وحفترض ان كل الطفرات مفيدة. ايه رأيكم؟ اتنين، هفترض ان رغم ان الطفرات وقدمت امثلة ودراسات وابحاث عليها ان هي نادرة وخاصة اللي تورث، هعتبر ان الطفرات كتيرة ومفيدة، يعني حوصل لدرجة ان 3 طفرات تورث في الجيل الواحد. ايه رأيكم؟ معلش نعديها. 3، رغم ان عرفنا ان الطفرات، ان عرفنا ان الجينات تعمل معا، يعني جين بيدخل في اكتر من وظيفة والوظيفة بتحتاج اكتر من جين، ولكن هتنازل جدلا وهفترض عدم تداخل وظائف الجينات عشان ما الموضوع ما يبقاش معقد على اللي لسه بيؤمنوا بالطفرات. هفترض انه الجين اللي بيكون جزء في عضو ده بيعمل لوحده، ورغم ان ده علميا خطأ. معلش، كل ده علشان صالح الاخوة اللي بيؤمنوا لسه بالطفرات حتى الان بعد كل اللي قلناه. 4، سأفترض بطريقة غير علمية جدا ان الطفرات هي اكتساب جينات جديدة ليس لها وجود سابق، رغم ان عرفنا ان الكلام ده علميا خطأ، وان الطفرات ليست اكتساب لجينات ليس لها وجود سابق ولا عنده دليل عكسي يقدم. اثبتوا لي انه يمكن لكائن يكتسب جين جديد ليس له وجود سابق بالطفرات، ولكن مع ذلك تنازلا هفترض ان فعلا الطفرات تكسب جينات جديدة. 5، هفترض انه العضو الجديد انا مش محتاج له مئات الجينات ولا الاف الجينات، هفترض اني بس عايز 10 جينات هم بس يتغيروا بالاضافة يكونوا لي عضو جديد، زي جناح او قلب رباع الغرفة او رئة او غيره. كل التنازلات دي علشان just benefit of doubt، علشان محدش يجادلني في الأرقام اللي هقدمها. معايا؟ هتنازل لأقصى درجة للناس اللي لسه بتؤمن فعلا ان التطور بيحصل، وبيحصل ازاي؟ عن طريق طفرات عشوائية. كويس؟ 5 اللي انا قلتهم دول العلم اثبت ان هم مستحيل علميا، ولكن هتنازل والتماشى معاهم. هفترض ان هم مفيدة كتير، بيشتغلوا فرادة وبيضيفوا حاجات ليس له وجود سابق. ملاحظة على سبيل المثال، جينات الإنسان اللي هم معروفين جينات تعبيرية 22,000 جين، دول يمثلوا 2% من جينات الإنسان، وده أمر متفق عليه. 98% اللي ما كناش نعرف وظائفهم إيه قريناهم، وابتدينا نكتشف وظائفهم تدريجيا واحد بعد الآخر، سواء تنظيمية أو غيره. يعني احنا عندنا تقريبا، ما نعرفهمش كلهم، لكن تقريبا 1,100,000 جين نعرف منهم 22,000 جين بس اللي هم 2%، والباقيين بنكتشف واحد تلو الآخر. كويس؟ أنا عايز الجد المشترك اللي تطور وأصبح
الشمبانزي وأصبح الإنسان، إنه ده يتطور القدم بتاعته بس من قدم إرادة لقدم إنسان. القدم بتاع تيتا لوسي أو اللي قبل تيتا لوسي أرضي أو غيره يتطور لغاية ما يوصل للإنسان، الأدم بس، مش عايز حاجة أكتر من كده. مش هدخل في مثال معقد زي المخ أو العين أو تكوين جناح أو الحاجات أو الدورة الدموية أو الكلام ده كله، لا هدخل في مثال صغير جدا. أدوبك رجل بدل ما هي شكلها زي الكف صالحة للتسلق، لا تتفرد وتبقى صالحة للمشي، والركبة تتقفل تبقى صالحة للوقوف بس. وهتنازل عن كل زي ما قلت اللي أنا قلت السابق، وهفترض أن فعلا بتحصل ثلاث طفرات في ثلاث جينات وتورث كل جين وبيكونوا بالإضافة كمان، يعني ثلاثة لمليون ومئة ألف جين، فهي احتمالية واحدة صحيحة إلى 367 ألف احتمالية خطأ. يعني الثلاث طفرات دول لما يحصلوا في كل جيل في المليون ومئة ألف جين، يعني طفرة واحدة صح لكل 367 ألف جين خطأ. معايا؟ لو في الجيل التالي احتمالية أن يحصل طفرة تانية صح تضاف على السابقة، معايا، من احتماليات خطأ طفرات تحصل في جينات تانية مختلفة، لا أنا عايزها تحصل بالظبط في الجين اللي أنا عايزه في جيل تاني، جيل واحد تاني وراه، هتبقى احتمالية واحدة صحيحة، واحدة بس صحيحة، من احتماليات خطأ 71 مليون، 71 بليون احتمالية خطأ. كويس؟ لو عايز طفرة تالتة من العشر طفرات مفيدة تحصل في الجينات المليون، أنا آسف الموضوع مش عارف، المليون ومئة ألف جين، في الجيل الثالث تضاف على السابقين، أنا بتكلم على احتمالية واحدة صحيحة من احتماليات خطأ عددها 2 في 10 أس 16 خطأ. طب لحظة واحدة، اعتذر سامحوا. كويس، وواحدة رابعة تضاف عليهم وخمسة وستة وسبعة لغاية ما نوصل للعشر طفرات عشان تتحول رجل القرد لرجل إنسان. كويس، من الجد المشترك نوصل لاحتمالية واحدة صحيحة من 5 في 10 أس 59 احتمالية خطأ. اللي فهمني لغاية دلوقتي يكتب لي واحد، اللي ما فهمنيش وعايز نعيد يكتب لي، آسف، اللي فهمني يكتب لي 7، اللي ما فهمنيش وعايز نعيد يكتب لي 5 ونعيد مرة تانية. جميل، يعني لو افترضت ان 3 طفرات بيحصلوا في الجيل بيورثوا، والثلاثة دول بيضيفوا معلومات جديدة، ما بيدهوروش وما بيقتلوش ويعملوا فرادة، لكن احتمالية انه عضو بس محتاج 10 جينات تحصل 10 طفرات ورا بعض جيل بعد جيل، وانا عندي مليون ومئة جين، مليون ومئة الف جين، الاحتمالية دي لو افترضت ان هم من اضافة وما بيموتوش وهيكونوا جيل بعد جيل، هي احتمالية واحدة صحيحة من احتماليات 4.9 من 10 في 10 أس 59 احتمالية خطأ. واخدين بال حضراتكم؟ ده بس عشان يتطور رجل الجد المشترك زي الإرادة لرجل الإنسان بس. يعني أنا محتاج يتم إنجاب قرود عددهم الرقم اللي قدام حضراتكم ده،
اللي انتوا شايفينه على الشاشة، اللي هو الأربعة وتسعة من عشرة في عشرة أس ستة وخمسين أس تسعة وخمسين، يعني أربعة وتسعة من عشرة قدامهم تسعة وخمسين صفر. كل قرد منه فيهم مجموعة طفرات في جينات مختلفة، خطأ تبوظ بقى جينات أساسية غيره، تغير حاجات ملهاش لزوم واتيفر، عشان يظهر احتمالية واحدة بس، قرد واحد به العشر طفرات المطلوبين اللي يتراكموا جيل بعد جيل عشان يكونوا تبقى رجله رجل إنسان. تخيلوا مع ملاحظة عدد القرود اللي هم 10 أس 59، يعني 4 قدامها 59 صفر، لا يوجد زمان يكفي لإنجابهم. إحنا الكرة الأرضية شبه بقت مليانة بالبشر اللي عددهم 7 بليون، أنت بتتكلم مش 7 بليون، أنت بتتكلم 4 بليون البليون بليون البليون 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 البليون. لا يوجد زمن كافي لإنجابهم ولا مكان يكفي لاستيعابهم ان هم حتى يتخلفوا، لان سطح الكره الارضيه ما يكفيش اصلا يكونوا موجودين على ليك جنب بعض. طب الاضافه طبعا لا يوجد طعام يكفي ولا غير ولا غير. متخيلين لو انا بقول ان قرد بينجب مره كل 20 سنه، انا بتكلم عن عمر 9.8 من 10 في 10 اس 61 سنه، يعني مش اطول من عمر البشريه اللي هم بيقولوا عليه 5 مليون، ولا أطول من عمر الأرض اللي هو 4.6 من 10 بليون، ده أطول من عمر الكون اللي هو 13.7 من 10 بليون، أكتر منه بليون 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 مرة من السنين. مع ملاحظة أن أنا افترضت كلها طفرات مفيدة، ده غير صحيح. افترضت أن هي طفرات تكسب جينات جديدة ليس لها وجود سابق، وده غير صحيح ولا يحدث، ويعني ما احبش كلمة تحدي، لكن أرجو من أي حد يثبت لي أن يوجد طفرة أضافت جين جديد ليس له وجود سابق. افترضت أن بيحصل ثلاث طفرات تورث في كل جيل وده لا يحدث، وافترضت أنها بتعمل فرادة وده غير صحيح. مع ملاحظة اللي أنا قلته أن أنا محتاجه مش مرة، أنا محتاجه مرتين. ليه؟ لا، ما أنا عايزها مرتين، مرة تحصل في قرد ذكر ومرة تحصل في قرد أنثى عشان يتجوزوا، عشان بعد كده يستمر النسل اللي طلع منهم أبو رجل مستقيمة زي البشر. معايا؟ طيب، اللي هيتكلم بأسلوب غير لائق وهيبتدي أسلوبه كالعادة يتغير للأسف هياخد ريد دوت لغاية فترة الأسئلة. وأول مثال على هذا الأمر نفس اللي أنا قلته ده، فأنا زي ما قلت لحضراتكم محتاجه يتكرر مرتين، مرة في ذكر ومرة في أنثى، عشان يتجوزوا ويخلفوا نسل جديد أو جنس جديد أو الصفة الجديدة اللي هي رجل إنسان. متخيلين؟ كل اللي أنا قلته ده ينطبق على تطور أي عضو في أي كائن. بيفترضوا أنه الطيور تطورت من زواحف من ديناصورات، فالقدمين الأماميين للديناصورات تطوروا أصبحوا أجنحة يرفرف بها كده الكائن ويطير ويتحول إلى أجناس الطيور. نفس الكلام لو افترضت جدلا أن أنا عايز 10 طفرات بس علشان يتحول القدم الأمامي لجناح بس. معايا؟ هنلاقي نفس الكلام اللي بنقوله، حتى لو افترضنا أنهم مفيدين، حتى لو افترضنا أنهم بيورثوا، حتى لو افترضنا أنهم بيعملوا فرادة، حتى لو افترضنا أن مفيش واحدة منهم قاتلة، حتى لو افترضنا أنه هيتم إضافة حاجات ليس لها وجود سابق، هنتنازل ونتماشى على كل الكلام ده. هنلاقي أن عشان ندعي أن الطفرات تحول القدم الأمامية للديناصور يتحول إلى جناح تشبه النسبة السابقة، بنتكلم على احتمال أقل من احتمالية واحد صحيحة إلى 10 أس 50 خطأ. ودي زي ما درسنا قبل كده من علم الإحصاء، هي مش بس مستحيلة في الطبيعة، لا تحدث في الطبيعة، أيضا النسبة بتاعتها في علم الإحصاء تعتبر مستحيلة ولا يوجد زمن لتحقيقها.
مع ملاحظة إنه حتى لو حصل هذا الأمر الطائر ده مش هيطير، والانتخاب الطبيعي هينتخبه للفناء وليس للبقاء. أنت متخيل إن ديناصور عشان يمر بمراحل تطور عشان يتحول يبقى ليه جناحين ويطير بيهم، وهيمر بعشر مراحل تطور، أثناء المراحل ده بيحصل إيه؟ الطفرة الأولانية طولت له إيديه القدامانيين شوية، رغم إن هو عايز جينات كتيرة بس معلش. طب طرفينه الأماميين بقوا طوال زيادة عن اللزوم عشان فيما بعد يبقوا جناح، لكن هو لسه مش جناح، هو عضو طويل غير متناسق مع الجسم يعيقه عن الحركة. الديناصور الصغير ده هو لسه ما يعرفش يطير، وعضلاته مش لسه ما اتطورتش، لسه مش مناسبة، وما عندهوش ريش ولا غيره. لكن الطفرة دي اللي المفروض هي هيتبني عليها فيما بعد طفرات أخرى، تحول الطرفين الأماميين اللي طولوا دول بطريقة غير مناسبة فيما بعد هيتحول جناح، هو في المرحلة دي هو غير مناسب لأنه مش قادر يمشي على أربعة، ومش قادر يستخدم طرفين الأماميين بطريقة جيدة، لا للمشي ولا للاصطياد ولا للمسك ولا غيره. ده غير صالح، يعني الانتخاب الطبيعي ينتخب للفناء. الانتخاب الطبيعي يحافظ على السلام اللي ايديهم متناسقة ومناسبة سواء للمشي أو للاصطياد. يعني الطفرة الأولانية دي قاتلة، حتى لو افترضنا أن هي إضافة، حتى لو افترضنا أن هي ما بتسببش سرطان، حتى لو افترضنا أن هي تورث، حتى لو افترضنا أن هي فعلا تديني جينات جديدة ما كانش ليها وجود سابق، لكن هي لما ننظر لها بالطبيعة نجد أن هي هتسبب فنائه. ولو افترضنا التالية ليها، القدمين الأماميين اللي طولوا بطريقة غير مناسبة عشان فيما بعد يبقوا جناح، كمان القشور أزيلت، السكيلز اللي موجودة، وأصبح جلد رقيق عشان يطلع منها الريش فيما بعد، برضو ده غير مناسب لأن هو فقد القشور فأصبح ضعيف. عكس أسهل واحد يتجرح، تخيل ديناصور بس الجلد بتاعه زي جلد الفراخ، بقيه الديناصورات اللي جنبه جلدها سميك جدا ما يتاثرش بالجروح بسهوله، ولكن ده تطور فجلده اصبح رقيق عشان يطلع منه ريش. ده اول واحد هتنتخبه الطبيعه للفناء، لان اسهل واحد يتجرح ويموت، وهكذا وهكذا وهكذا. عشان كده الطفرات كلها حتى لو افترضنا ان هي اضافه وما تموتش وبتكسب جينات جديدة وتعمل فرادة، برضو نلاقيها لو لم تكن مصممة من البداية بطريقة دقيقة جدا عشان تكون عضو وظيفته، هذا لا يقود للتطور. فيجب أن تحدث له العشر طفرات مع بعض، أو طبعا ده مرفوض علميا، أو تكون مصممة من البداية هذا التصميم مع بعض. العشر جينات دول يكونوا من البداية يعملوا مع بعض مصممين وبدقة. عرفنا ان هو لا ينفع، ده ضد العلم، لا يوجد زمن كافي ان هم يحصلوا فيه حتى لو تمشينا مع فرضية الاعمار بتاعتهم، ولا انسال تكفي ولا غيره. طيب اقدم لكم اللي بيقولي دليلك. طيب انا بالاضافة للي انا قلته في الاتناشر جزء اللي فات عن موضوع الانتخاب الطبيعي والطفرات، وقدمت لكم في كل جزء عشرات من أقوال العلماء وإقرارهم باللي أنا بقوله، كمان أضيف لكم من الشاعر بيتا أو أبياتا هنا، وأقول لكم بعض إقرارات علماء المتخصصين سواء البيولوجي أو الجينيتكس اللي بيتكلموا في هذا الأمر وبيقولوا إيه على أنا قلت لحضراتكم ده. زي ما قلت لكم قبل كده، ألبرت جريجوري الحاصل على جائزة نوبل مرتين، اللي شرح أن ادعاء الطفرات التدريجي ده خطأ، ومفيش حاجة اسمها كائن تحصل له طفرة يتطور تدريجيا، ده لا يمكن أن ينجو لو لم يكن من البداية مكتمل بكل وظائفه وجيناته وكلها تعمل بالطريقة جيدة، وإلا الانتخاب الطبيعي يفنيه. حسب جوليان هيكسلي، رغم أنه واحد من المشاهير للمؤيدين للتطور وبشدة، ولكن قال الطفرات المطلوبة لتطور حصان
من الكائن الثدي الصغير يتطور ويبقى الحصان الحالي هي احتمالية واحدة صحيحة، واحدة بس من احتماليات خطأ 10 أس 3000، يعني 10 أو 1 قدامه 3000 صفر، متخيلين؟ علشان أحصل على حصان واحد صحيح بعد التطور. ده مش كلامي، ده حسابات واحد من العلماء المشهورين وحتى اللي كانوا مؤيدين للتطور، جوليان هيكسلي. ادي نص كلامه، المرجع اللي عايز يتأكد منه، Evolution in Action، هتلاقوا الكلام ده في صفحة 46. لكن هنا أريد أن أوضح شيء، عمر الأرض اللي هو 4.6 بليون أو حتى لو 5 بليون سنة بعدد الثواني اللي هو يساوي 10 أس 17 ثانية، بس 10 أس 17 ثانية مش 10 أس 3000. يعني عايز عدد حيوانات مراحل وسيطة تتطور بطفرات أكتر من عدد الثواني من بداية الأرض حتى الآن، بل عايز عدد أجيال أكتر من عدد ذرات الكون، لأن احنا لما درسنا مع بعض وعرفنا أن عدد ذرات الكون بالكامل زي ما حسبوها العلماء هو 10 أس 78. لا، أنت مش عايز 10 أس 78، أنت عايز أجيال أو أفراد 10 أس 3000، يعني عايز أفراد تنجب لمراحل وسيطة لتطور الحصان أكثر بكثير جدا من عدد ذرات الكون. كل ده يوضح أن إدعاء التطور ليس كائن، بل مجرد عضو واحد في كائن بالطفرات، هو مستحيل علميا بعلم الأجنة، بعلم الجينات، بعلم الإحصاء، أو حتى في الطبيعة، حتى في 5 بليون سنة لو افترضنا أن عمر الأرض. أرجو أن يدرك اللي بيتخدعوا بالدعاء أن الطفرات هي اللي قادت بالتطور، والعلماء قالوا وهم يصدقوهم، والطفرات قالوا العلماء قادت للتطور، إن هذا غير صحيح علميا. وثبت، يعني العلم أثبت خطأ هذا الإدعاء، مش العلم لسه بعدين يمكن يعرف، لا ده العلم من دلوقتي أثبت خطأ هذا الإدعاء. عرفناه بالحسابيات وبالأبحاث وبالواقع، الطفرات هي تدهور، هي مرض وليس تطور. كتير من علماء التطور يقروا بهذا. سي مارتن يقول نصا: كم ضخم من الأدلة تظهر أن كل أو تقريبا كل الطفرات المعروفة بدون أي خطأ هي مرضية، والقليلة جدا المتبقية هي مشكوك فيها. دي الأنيميا المنجلية مفيدة، لا دي مش مفيدة. يكمل ويقول: كل الطفرات تظهر أن طبيعتها تدهور. اللي بيقول دليلك أهو كلام العلماء، قدمت الأبحاث، قدمت التجارب، وكمان بقدم أقوال العلماء أهو. ولحد ما تمنع التناسل أو البقاء للكائن المصاب بها، يعني ده بيقر لفظا أن الطفرات دي تدهور، هي أصلا بتبهدل الكائن وبتخليه يموت بسرعة. آدي نص كلامه بالكامل أهو، وآدي المرجع قدام حضراتكم، والكلام ده اتنشر في American Scientist. واحد تاني يؤكد أن الطفرات لا تصلح كسبب للتطور، يقول تي دوبيزينسكي في كتاب الجينات وأصل الأنواع: الغالبية من الطفرات سواء التي ظهرت في المعمل أو التي خزنت في الأجيال في الطبيعة هي تنتج تدهور، والأمراض الوراثية والمسوخ. مثل هذه التغيرات تظهر صعبة أن تكون خدمت كقوالب بناء التطور. يعني بيقول الطفرات دي تدهور، تموت، تعمل أمراض وراثية ومسوخ ومشوهين، صعب أن دي تكون المادة اللي بنت التطور. آدي نص كلامه، آدي برضو المرجع قدام حضراتكم، Genetics and the Origin of Species، هتلاقوا الكلام ده في صفحة 73. هو يوضح أن التطور اللي بيعتمد على إدعاء
إن طفرة تلو الأخرى وتغيرات تدريجية بسيطة تتراكم تطور الكائن وتحوله من أبسط إلى أكثر تعقيد. يقول الكلام ده غلط، الطفرات دي تدهور، مستحيلة تكون هي الحجارة اللي اتبنى عليها التطور. أيضا من المشاهير في هذا المجال ريتشارد جولدشميدت، وهنتكلم عليه كتير الأسبوع الجاي في حاجة مهمة، عالم الجينات، أقر أن فرضية التطور وتغير من جنس لآخر عن طريق الطفرات هو خطأ، وبيقول والكلام ده هو يؤكد أن هو خطأ باعتراف كل من درسوا الجينات. فيقول مثل هذه الفرضية، فرضية إيه؟ فرضية التطور اللي بينادوا بيها لغاية دلوقتي والشباب بيتخدعوا بيفكروا أن ده علم حقيقي وبيصدقوا أن لا يوجد حاجة لإله خالق أو الكتاب المقدس أخطأ اللي تكلم عن الخلق. بيقول مثل هذه الفرضية، وعايزين تدوروا عن العالم ده وتتأكدوا وتقل اسمه في المجال العلمي، دوروا عليه، أن طفرات قليلة هنا وهناك ممكن تدريجيا عبر عدة أجيال تنتج جنس جديد هو وبعنف يناقض أغلبية علماء الجينات بتعوت الإجماع، يعني بتقولوا كل العلماء أجمعوا، الراجل ده بيقول لكم نصا أغلبية العلماء الجينات أجمعوا أن الكلام ده غلط، الذين يوضحوا أن الحقيقة التي اكتشفت في كل المستويات، يعني من كائنات بسيطة والرتب الأعلى، الكلام ده غلط. الإصرار وتكرار لهذا الإدعاء الغير مثبت عشان يغطي على الصعوبات ولا الفرضيات أسلوب متكبر. يعني اللي لسه بينادوا أن التطور حصل بالطفرات العشوائية ده كلام غلط يناقض كل إجماع علماء الجينات غير مثبت، هو كلام متكبر. وبيقولوا ليه بتكبر؟ تجاه هؤلاء الذين ليس بسهولة ينخدعوا بموضة العلم. ده مش كلامي، بص الكارثة في الجملة الجاية اللي بيقولها، وهذا يعتبر تحميل العقيدة، العقيدة ايه؟ الإلحادية على الدليل العلمي. أوبا، ده التطور طلع عقيدة وليس علم. ولما بقولها تقولوا لي يا جاهل وانت ليك ايه ان انت تتكلم ضد العلماء؟ طب اتفضل، ادي العلماء اللي بيقولوا الكلام ده مش انا، بيقول لنا الكلام ده عقيدة وليس علم. ادعاء ان التطور حصل عن طريق طفرات ده عقيدة مش علم حقيقي، بيقولوا المتكبرين عشان بس ما يقدروش يتنازلوا عن فرضية التطور بتاعته. هذا حقيقي انه لم ينجح احد ان ينتج حتى الان جنس أو نوع جديد أو غيره عن طريق الطفرات الكبيرة. وأيضا هذا حقيقي أنه ولا واحد نجح أن ينتج حتى نوع جديد عن طريق الطفرات الصغيرة. إيه رأي حضراتكم؟ لما أقول الكلام ده تقولوا لي جاهل وإنت تفهم إيه وضد إجماع العلماء؟ طب هو الراجل بيتكلم على إجماع العلماء وواحد من كبار بتوعهم قال لكم الكلام ده، كل اللي أنا بقوله هتفضل قدامكم، ادي نص كلامه بالانجليزي بالكامل، اللي هيشكك في اللي انا قلته للي يحب يرجع له هيلاقيه على الموقع، وادي المرجع اللي هتلاقوا فيه الكلام ده بالكامل قدام حضراتكم، وده اتنشر ايضا في امريكان ساينتست صفحه 94. ايه رايكم؟ يقر ان علماء الجينات يعرفوا ان الطفرات لا تقود لتطور، ده تدهور، ويقر ان تكرار الدعاء ان التطور حصل بالطفرات ده مش علم، ده عقيده، ده اسلوب تكبر وعناد، لأن الحقيقة العلمية أثبتت عكس ذلك. ويقول رغم أن هم بيكرروه بتكبر وعناد، رغم أن هم ما يقدروش يقدموا دليل واحد على أن الطفرات تطور، بل واضح أن مؤيد التطور بالطفرات بدون دليل بيتكبروا، بيهاجموا دايما المقتنعين بالعكس بعد ما جربوا يهاجموهم بالغباء، رغم أن الحقيقة العلم أثبت أن التطور لا يحدث بالطفرات. أيضا يقول جولدشميدت، يقول إيه؟ من الجيد أن تبقى في ذهنك، بيقولها نصيحة لكل واحد، حط في ذهنك أنه لا أحد أبدا نجح في إنتاج نوع جديد عن طريق تجميع الطفرات صغيرة. نظرية داروين للانتخاب الطبيعي لا يوجد عليها دليل أبدا. يطلع يقول لك دي أصبحت حقيقة
ده كل العلماء، الراجل بيقول لك دي ما عليهاش دليل واحد، لا يوجد دليل واحد ابدا عليها، ورغم هذا قبلت بشكل عام. الراجل بيتعجب بيقول نظرية داروين دي ما عليهاش دليل واحد، ورغم ذلك الناس قبلتها. فحط في ذهنك ان ما عليهاش دليل، هتقتنع بيها اقتنع، بس حط في ذهنك ان هي ما عليهاش دليل واحد والكلام ده غير صحيح. ادي نص كلامه، عشان لما بقول الكلام ده تقولوا لي انا غلطان وانت ليه وش عرفك ويا جاهل والكلام ده كله. طب اتفضل. ايضا اقدم لكم احد اقرار احد علماء التطور، ان الطفرات مهما يقولوا هي ما تعملش تطور. بيير جراسي يقول مهما يكون عددهم الطفرات لا تنتج اي نوع من التطور. ادي نص كلام وادي المرجع قدام حضراتكم، Evolution of Living Organisms صفحة 88. جوليان هيكسلي يقول بوضوح مثل هذه العملية، اي التغير من خلال الطفرات، لم تلعب اي دور باي شكل ما في التطور. ادي نص كلامه ايضا قدام حضراتكم، Major Features of Evolution. يقول جيفري ويكن من ناحية المبادئ الجينية لتقديم مواد خام للانتخاب الطبيعي، الطفرات العشوائية غير مناسبة من ناحية الهدف وأيضا نظرية الأرضية. يعني إيه بيقول؟ أدي برضو نص كلامه والمرجع، هو بيقول إن الطفرات لا تقدم شيء ينفع ننتخبها الانتخاب الطبيعي، لا من ناحية الهدف لأنها عشوائية، ولا من ناحية التأسيس التراكمي لأنها لا تبني. أيضا يقول فرانسيس هيتشينج، وده أحد المشاهير، في ثلاث مجالات حاسمة، ده بيضرب قنبلة الراجل ده، في ثلاث مجالات، ده مش بيتكلم بس على الجينات، ده بيتكلم على ثلاث مجالات. إيه هما الثلاث مجالات دول؟ حيث أن نظرية التطور الحديثة اللي هي نيو داروينيزم ممكن أن تختبر تم فشلها. اوبا، يعني الثلاث مجالات اللي ممكن فعلا تختبر وتشوف ان التطور ده فعلا التطور الحديث اللي هي الداروينيه الحديثه، ان ممكن تختبرها وتشوفها دي صحيحه ولا لا، الثلاثه ثبت خطاها، تم فشلها. ايه هما الثلاث مجالات دول؟ سجل الحفريات، يظهر نمط القفزات وليس التغيير التدريجي. اوبا، يعني ما فيش مراحل وسيطه. واحد. اتنين، الجينات هي أنظمة ثابتة وبقوة، وظيفتها الرئيسية أن تمنع أي شكل جديد يتطور، يعني جينات ثابتة، وده اللي قال عليه الكتاب المقدس ثبات الأجناس كجنسه. النقطة الثالثة، عشوائية خطوة تلو خطوة للطفرات على المستوى الجزيئي لا يمكن أن تفسر التنظيم والتعقيد المتزايد في الحياة. آدي نص كلام الراجل أهو قدام حضراتكم، وآدي المرجع اللي مش مصدقني. هو باختصار ان الحفريات ما فيش فيها الترتيب وما فيش فيها المراحل الوسيطه، اللي الناس مكتوب كتيره مخدوعه، يوروهم صوره حلوه يفكروا ان ده اللي شافوه، وهم شافوا حته عظمه بنوا عليها خيالات، وجابوا فنان يفضل يرسم اللي هو عايزه، يجيبوا لكم انسان نصه انسان ونصه قرد وبيتنطط ويعمل، وهم كل اللي مكتشفينه ضرس ولا عظمه من فك او غيره، او مدخلين عظمتين، واحده من قرد واحده من انسان، ركبوهم في بعض في جزء من جمجمه او غيره عشان يقولوا مرحله وسيطه. وهنكتشف لما ندرس الموضوع ده، هنكتشف مئات الامثله من هذه التزويرات المقصوده والغير مقصوده. الراجل ده بيقول باختصار الحفريات ما بتشهدش على التطور، من الاخر كده. ما فيش حاجه اسمها مراحل وسيطه، برضو من الاخر. الجينات ما تنفعش للتطور. الجينات ثابته. يعني مصممه بدقه تحافظ على ثبات الاجناس. والطفرات العشوائيه ضد التعقيد اللي المفترض. ايضا يوضح ان العلم اثبت عدم حدوث التطور، وده ضد كل اللي بيقول بس احنا اصلا ما نعرفش كل حاجه. احنا فعلا ما نعرفش كل حاجه، لكن هنعرف بعدين، العلم بعدين هيثبت التطور. لا، العلم حاليا اثبت خطا التطور. اللي عايش على امل ان العلم هيثبت في المستقبل، لا عزيزي، للاسف العلم اثبت خطا التطور، وأن العلم الحقيقي يثبت التصميم الذكي وثبات الأجناس وليس العكس.
يقول اي كورنفيلد: الواحد وهو مندهش من أن آلية الحيوان الحي لهذا التعقيد ممكن أن يعمل بطريقة صحيحة، لأن هذا يستلزم مخطط ومحافظ بذكاء غير محدود. أبسط نظام صناعة بشرية يحتاج مخطط، يعني لو عندك مصنع لازم بيكون مخطط ديزاينر للمصنع ده وصانع بينفذ التصميم. يتساءل ويقول كيف آلية 10,000 مرة أكثر تعقيد من اللي يعمله الإنسان متعاونين ومتداخلين ممكن أن يكونوا شيدوا بأسلوب إنشاء ذاتي؟ هل في مصانع بتطلع لوحدها تتصمم لوحدها من ذاتها وتتكون من وحدها لذاتها؟ هتقولوا ده مستحيل. الراجل بيقول نفس الكلام، إزاي إن الأعقد منها نتخيل إن هو يكون بأسلوب إنشاء ذاتي؟ إزاي يكونوا شيدوا بأسلوب إنشاء ذاتي وتطوروا ذاتي؟ هذا خارج إدراكي بالكلية. آدي نص كلامه برضو، وآدي المرجع قدام حضراتكم برضو للي شاكك في كلامي. أيضا تقول مارجوري جريني: لو الطفرات لوحدها لا تستطيع أن تفسر الخطوات التطورية، بتقول الطفرات ما أثبتتش وما تقدرش تفسر الخطوات التطورية، طب لو فعلا الطفرات ما تفسرش الخطوات التطورية، فكيف الانتخاب الطبيعي اللي هو إزالة أسوأ الطفرات اللي هو العامل السلبي بتاع الإزالة يكون هو الحل الوحيد البديل العقلاني؟ ما ينفعش. يعني هي بتقول إيه؟ آدي برضو نص كلام، هو المرجع قدامكم على الشاشة. هي بتوضح أن طالما الطفرات ثبت فشلها أن هي لا تقود للتطور، إذا الانتخاب الطبيعي بتاع الإزالة اللي بيشيل المعيوب ده مش هيطور، ده هيشيل المعيوب الغلط ويحافظ على ثبات الأجناس. فالتطور سواء من ظهور الكائن الأول ثم الانتخاب الطبيعي والطفرات، التلاتة ثبت فشلهم وبشدة. ده مش كلامي، ده قرار علماء. على سبيل المثال يقدم مايكل بيتمان ملخص كلام العلماء في هذا المجال. آدي نص كلامه بالكامل اللي عايز يراجع ويتأكد، وآدي برضو المرجع قدام حضراتكم. احنا كده اتأكدنا من ايه؟ لا الانتخاب الطبيعي ولا الطفرات فعلا تقود للتطور وتنتج أجناس جديدة ما كانش ليها وجود سابق. طب الحل الوحيد البديل اللي فاضل ايه؟ العلمي، التصميم، لأن العشوائية ثبت فشلها، الطفرات ثبت فشلها، الانتخاب الطبيعي فسبب فشله ثبت فشله. فالحل الوحيد التصميم الذكي، كائن خالق هو اللي خلقها صممها. ولذلك لما أقول الإلحاد علميا خطأ، اللي عنده دليل عكسي يقدمه لي. لكن للأسف أولادكم مش هيسمعوا عن التفصيلات دي كلها. أولادكم هيجي يكتبوا لهم في كتب المدرسة التطور حقيقة، أثبت العلماء، الحفريات، الجينات، مش هيعرفوا أي تفصيل. أي واحد تسمعه بالضبط زي اللي كتب على التكست بدون ما يديكم دليل واحد يقول لكم شعارات، أدلة حدوث التطور، أدلة دامغة، والطبيعة أكبر. طب يا عم فين الأدلة دي؟ اديني دليل واحد من الأدلة الدامغة دي، ومش والنبي وحياة الطبيعة عندك يا شيخ، تقدم لي دليل من الأدلة النابغة الدامغة دي. أنا قاعد بنحر في صوتي من سنين، قرب الثلاث سنين دلوقتي، مستني دليل من الأدلة الدامغة. علماء التطور المتخصصين يعرفوا أن الطفرات فشلت لتفسير التطور، لكن للأسف بدل ما يقروا بالحقيقة العلمية الواضحة، وجود إله خالق، عارفين هيعملوا إيه؟ هنشوف الأسبوع الجاي مع بعض. هيبحثوا عن بدائل لكيفية أنه ممكن كائن يتطور بدون طفرات وبدون انتخاب الطبيعي، وهتسمعوا أغرب من الخيال المرة الجاية. الفرضيات الحديثة للتطور ولا الخيال، لو قريتوها في كتب أطفال هتعودوا تضحكوا للصبح، وهتفاجئوا أن ده اللي بيتقال في المجالات العلمية دلوقتي علشان فرضية التطور بالطفرات اللي ثبت فشلها. وفي الآخر كل ده علشان ما يعترفوش بالإله الخالق. وللأسف للأسف شبابنا بيتخدع في المدارس وفي التعليم وفي الكليات بحجة الأغلبية، رغم أنه هو غير أغلبية، بحجة أنه
صحيح، أدلة دامغة، والكلام الشعارات كتير اللي انتوا بتسمعوه رغم ان ده غير صحيح. ما ثبت علميا التصميم. اللي يشهد على المصمم زي ما قال الكتاب المقدس: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. كل شيء في الطبيعة يشهد على الخالق المصمم الذكي اللي صمم الكون بما فيه والكائنات بما فيها والأجناس كجنسها بطريقة رائعة. ده اللي يشهد عليه العلم الحقيقي، لكن للأسف مش بيتقدم لأولادنا بطريقة صحيحة